حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي من أن القضية الفلسطينية أمام مفترق طرق، وحذر كذلك من السماح للمتطرفين بصياغة مسار القضية الفلسطينية. الآن نحن نعمل مع ألمانيا أيضا بشكل مكثف للحؤول دون المزيد من التدهور. الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صعب جدا، ونحن أمام مفترق، إما أن نسمح للعنصريين والمتطرفين بصياغة المسار المستقبلي، وهذا مسار سيأخذنا بالتأكيد نحو المزيد من الصراع والمزيد من العنف ونحو الكارثة، وإما أن نعمل معا نحن من يريد السلام من أجل وقف هذا التدهور ومن أجل التهدئة ومن أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة البدء بمفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لحل الصراع، ونحن نثمن عاليا موقف ألمانيا الداعم لهذا الحل. وكشف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية عن اتفاق بين البلدين على استمرار التنسيق وفقا لاجتماعات مؤتمر ميونخ ومخرجات تفاهمات العقبة لوقف تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مع الوزير على ما استجد منذ العقبة، لأن كما قلت كنا على تنسيق قبل العقبة وخلال العقبة، واتفقنا على أن نستمر في التنسيق معا عبر اجتماع مجموعة ميونخ في برلين في وقت قريب جدا، لنحافظ على الزخم ولنعمل معا من أجل الوصول إلى هدفنا الرئيس، وهو تحقيق الأمن والاستقرار وحل الصراع على أساس حل الدولتين. لن يستفيد أحد من تدهور العنف، والعنف لن يتوقف إلا إذا توقفت أسبابه، وأسبابه الرئيسة هو الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تتمثل في توسعة الاستيطان، في مصادرة البيوت، في تهجير الفلسطينيين من بيوتهم، وفي عدم احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وثمن الصفدي موقف المجتمع الدولي وموقف ألمانيا الرافض لتصريحات وزير المالية الإسرائيلية العنصرية التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني. التصريحات التي أدلى بها وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية سمورتيك هي تصريحات عنصرية تحريضية متطرفة، أنكر وجود الشعب الفلسطيني، أنكر هويته، أنكر ثقافته، أنكر حضارته، وفعل كل ذلك من منبر احتوى خريطة مزعومة لإسرائيل تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتضم المملكة الأردنية الهاشمية. موقفنا كان واضح في إدانة هذا العمل، عملا كما قلت تحريضيا، قولا عنصريا، وفعلا ينذر بخطورة ما سيأتي إذا ما سمح له وللفكر العنصري الذي يحمل من أن يحدد مسار المستقبل، لأن هذا مسارا لن يقود إلا إلى المزيد من الصراع والمزيد من التوتر. ونثمن عاليا ما رأيناه من موقف واضح للمجتمع الدولي، بالتأكيد موقف ألمانيا الذي رفض مثل هذه العنصرية ورفض مثل هذا التحريض ورفض مثل هذا التطرف. وثمن الصفدي الشراكة الأساسية بين الأردن وألمانيا لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ألمانيا كما قلت شريك أساسي لنا في جهودنا تحقيق الأمن والاستقرار في عديد تحديات إقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية التي كانت محور حديثنا اليوم عبر مجموعة ميونخ، وفي وقت غابت فيه كل آليات العمل الفاعلة للإسهام في إبقاء العملية السلمية حية. كانت مجموعة ميونخ المجموعة الوحيدة التي تعمل بشكل مؤسسي ومنهجي ومكثف، وكان لها دور كبير في الحؤول دون تدهور الأوضاع سابقا، عندما كان الحديث عن ضم إسرائيل لحوالي ثلث الضفة الغربية. موقف ألمانيا مع شركائنا في المجموعة كان له دور كبير في منع هذا التدهور إلى ما هو أسوأ. بدورها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي مستعدان لدعم تفاهمات العقبة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضافت بيربوك بأن بلادها ستواصل التعاون مع الأردن لإنهاء الصراع في المنطقة، كما دعت نظرائها في الأردن ومصر وفرنسا
للاجتماع في برلين ضمن صيغة ميونخ للبناء على تفاهمات العقبة، قائلة إن هذه التفاهمات أعادت إحياء الأمل بالنسبة لسكان القدس. وشددت بيربوك على أن الأردن يلعب دورا هاما من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات. ومتابعة لحال الفلسطينيين ولآخر التطورات الميدانية والسياسية غرب النهر، تنضم إلينا من باب المغاربة في مدينة القدس المحتلة مراسلة المملكة ليالي عيد. أهلا ومرحبا بك معنا ليالي. سأبدأ معك بالأوضاع على الأرض، كيف تبدو في محيط مدينة القدس المحتلة وتحديدا عند باب المغاربة في هذه الساعة بالضبط؟ نعم، أهلا بك عبد الله وبالسادة المشاهدين. فعليا نتواجد عند باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك أو أحد أبواب القدس القديمة، والذي يودي إلى باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. قبل أن أتطرق الحديث عن الباب الذي من خلفي تماما ونستعرض المشهد، أريد أن أتحدث عن قضية أخرى أيضا تتعلق في هذه المنطقة بالتحديد، حيث انتزعت اليوم عائلة سمرين التي تقطن في منزل قريب أو يبعد خطوات عن حيث هنا نتواجد، انتزعت قرارا من المحكمة الإسرائيلية العليا وبعد 30 عام من مقارعة محاكم الاحتلال، وانتزعت قرار بالحفاظ على منزلها الذي كان يحاول المستوطنين الاستيلاء عليه، على رأسها جمعية العاد الاستيطانية، حيث هذا المنزل الذي يعود للعائلة من أربعينيات القرن، وعندما توفي جد العائلة عام 83 أصدرت سلطات الاحتلال بدعم من جماعات الهيكل والجمعيات الاستيطانية بالاستيلاء على المنزل عام 91، ومنذ عام 91 حتى يومنا هذا نجحت العائلة اليوم بالحفاظ على منزلها المكون من 4 شقق سكنية ويأوى 18 فردا معظمهم من الأطفال. أما المشهد الذي ننقله عبر الشاشة مباشرة هنا باب المغاربة، هذا الباب الذي يصل منه المستوطنين إلى داخل الساحة المودية إلى باب المغاربة وحائط البراق، حيث في الداخل يعني حاولنا الوصول ولكن منعنا من الوصول، ولكن هذه النقطة التي يعني استطعنا وسمح لنا أن ننقل المشهد منها. وبالتالي لماذا منعتم من الوصول ليالي؟ يوميا في ساعات الصباح الباكر يمر المستوطنين. نعم، يعني نشاهد هنا نقطة شرطية يمنع علينا نحن كطواقم صحفية أن نصل إلى الداخل. في الداخل حائط البراق حيث يتجمع المستوطنين، ونحن على بعد أيام قليلة عن عيد الفصح العبري، وبالتالي في حال حاولنا الوصول إلى الداخل في هذه الساعة يعني يتم منعنا ويتم استجوابنا، ومن الممكن أن يتم السماح لنا بالدخول، ولكن اليوم منعنا من الدخول. نعم. ومن هذه النقطة ذلك تحديدا بسبب أيضا الأوضاع الأمنية بما يتعلق مع اقتراب عيد الفصح العبري. نعم. من هذه النقطة تحديدا. نعم. واقتراب عيد الفصح العبري، نتحدث عن الإجراءات بشكل أكبر ليالي في هذا الإطار والتحضيرات. هناك دعوات كانت موجودة لإيتمار بن غفير للاقتحام، ولكن ربما ليس يوم الأربعاء، ولكن أشار إلى ذلك بشكل واضح. بالمقابل أيضا دعوات من قبل المقدسيين للمرابطة في القدس، وبالتالي مع هذه الدعوات كيف تبدو الأوضاع؟ نعم. أو حتى قراءة للساعات القادمة كيف ستكون من ناحية التصعيد؟ بالمناسبة الآن بن غفير وزير الأمن القومي يخضع لجلسة في المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في دعوة لعزله من منصبه، وفي هذه الأثناء ما زالت الجلسة متواصلة. أما بما يتعلق ب يعني الدعوات لاقتحام مركزي للمسجد الأقصى المبارك، لذبح القرابين على البوابات عشية عيد الفصح العبري، للاعتقالات الاحترازية التي بدأت
بدأت منذ ليلة أمس، والإبعادات بالعشرات عن المسجد الأقصى المبارك. أيضا لو عدنا للاعتقالات، آخر هذه الاعتقالات كانت قبل قليل في شارع الواد في البلدة القديمة، اعتدي على شابين واعتقلا من داخل طريق الواد حيث نقلنا المشهد قبل ساعات من هناك. أيضا نتحدث عن بالمقابل دعوات من قبل المرابطين والمصلين من يستطيعوا حتى اللحظة الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك بعد أكثر من 61 إبعاد عن الأقصى خلال الأيام القليلة الماضية، وهذه الدعوات لإعمار المسجد الأقصى حيث بدأ الاعتكاف باكرا لحماية المسجد هذا العام. وهناك دعوات تحت عنوان سنفطر بالأقصى، ذلك لعدم ترك المسجد الأقصى المبارك فارغا تخوفا من أي اقتحام في أي لحظة. نعم. خاصة وأن يعني العام الماضي شاهدنا أوضاعا صعبة، والذي أيضا للسنة الثانية على التوالي كما في العام الماضي يصادف عيد الفصح العبري الشهر الفضيل، شاهدنا حينها اعتقالات بالعشرات، إصابات، ومن ثم في هناك تخوف من الأسبوع القادم بما يتعلق عيد الفصح. أيضا أريد أن أتطرق للداخل الفلسطيني في عجالة. كان اليوم أيضا اقتحام لقرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في الداخل الفلسطيني داخل الخط الأخضر في النقب تحديدا، وهدمت مرة أخرى هذه القرية للمرة 200 على التوالي. نعم. وبالتالي يعني ما زالت الانتهاكات إن كانت في الداخل الفلسطيني أو هنا متواصلة. أيضا إن سمحت لي أن أتحدث عن الشأن الإسرائيلي. نعم. سأتي معك إلى الشأن الإسرائيلي. قرار من وزير من رئيس الوزراء بنيامين. نعم. ليالي هذا تحديدا. نعم. ما أريد أن أسأل عنه وهو مسألة ردود الفعل ربما قبل أن ندخل إلى الشأن الإسرائيلي فيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية الأردني الصفدي في ألمانيا. نعم. فيما يتعلق بعمليات الاستفزاز وعمليات العقبة، نتائج اجتماعات العقبة وغيرها، بالإضافة أيضا إلى تصريحات جلالة الملك بالأمس عندما اجتمع مع مقدسيين ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. هل ردود الفعل متوالية بشكل إيجابي والتفاعل فيها في المحيط الفلسطيني، بالإضافة إلى أيضا الداخل الإسرائيلي الذي أردت الإشارة إليه فيما يتعلق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتأجيل إقالة جالانت؟ نعم، يعني إن تطرقنا للاجتماع الذي كان بالأمس يعني وردود الأفعال الإيجابية، بالتأكيد يعني نحن نتحدث عن دائرة الأوقاف الإسلامية ونتحدث عن يعني الحماية المطلقة للمسجد الأقصى المبارك، وبالتالي نحن أيضا نتحدث عن أيام عصيبة ستكون قادمة على المسجد الأقصى المبارك. هناك استعدادات كبيرة يعني إن كانت تسعى سلطات الاحتلال للتوترات داخل الباحات للتصدي لهذه التوترات، ويعني دعوات متواصله من ان كان من المرابطين او المصلين للتواجد عند اقرب نقاط للمبعدين، خاصه مع ما دعت له منظمات الهيكل المزعوم لأن يتم ذبح القرابين عشية العيد في تمام الساعة 10:30، وبالتالي يعني ربما نشهد أيضا يعني توترات على بوابات المسجد الأقصى، ذلك في ظل الاستفزازات المتواصلة من قبل المستوطنين. وكذلك نحن نتحدث إن تطرقنا أيضا لقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول يعني تأجيل قرار إقالة جالانت وزير الجيش، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية كما وصفها. وكان هذا الإعلان الذي من خلاله أرجأ أيضا نتنياهو قرار الإقالة. أيضا يعني في ظل الدعوات المتواصلة لذبح القرابين اليوم وفي سابقة، ربما يحاول من خلالها الجيش الإسرائيلي التقليل من حدة الأوضاع القادمة، حيث تم اعتقال أحد رؤساء منظمات الهيكل الذي كان يتحدث عن ذبح القرابين، وبالتالي هذا يفسر أنه ربما هناك تخوف كبير من أن تخرج الأوضاع عن السيطرة في الأيام المقبلة بما يصادف عيد الفصح العبري. كذلك نحن نتحدث عن إغلاق سيكون يعني ليلة الأربعاء، هذا الإغلاق الذي من شأنه أيضا أن يفرغ المسجد الأقصى المبارك بشكل أكبر
جراء منع الفلسطينيين من الضفة الغربية من الوصول ومن المناطق المجاورة، وبالتالي هي محاولة لإفراغ المسجد الأقصى. حتى المعتكفين الذين كانوا يعتكفون في ساعة متأخرة من أمس تم إخراجهم جميعا من داخل باحات المسجد الأقصى، وهي محاولات يعني إبعاد المشهد أو الضوء عن في هذه الفترة عن المسجد الأقصى المبارك. حتى النشطاء تم اعتقالهم، وهناك من أبعدوا عن المسجد، ولكن يعني ولكن التواجد متواصل حتى لو في أبعد النقاط لمن أبعدوا. يعني أتحدث عن أن التواجد متواصل حتى عن أبعد النقاط لمن أبعدوا، وكذلك من يستطيع الوصول مصر على الوصول والتوافد إلى باحات المسجد الأقصى المبارك. لكن اليوم كان هناك حديث بالإعلام العبري عن تخوف من أن يكون أسبوع عيد الفصح العبري كما الأسبوع الذي كان في الشهر الفضيل من العام الماضي في عيد الفصح العبري، وبالتالي كلما اقتربنا من يعني عيد الفصح العبري الذي يصادف السادس من نيسان تشتد التضييقات، تشتد التوترات والتخوف من يعني أن يحاول المستوطنين الاستفزاز بشكل أكبر إن كان المصلين المسلمين كافة، شكرا يعني لك المسلمين في أنحاء العالم. وبالتالي نحن نتحدث عن دعوات لأن يكون اقتحام مركزي يوم الأربعاء المقبل. يعني شكرا. هذه الصورة العامة حتى اللحظة ما يتعلق. شكرا لك على كل هذه التفاصيل. كنت معنا من باب المغاربة في مدينة القدس المحتلة، مراسلة المملكة ليالي عيد. شكرا لك. شيعت نابلس جثماني شهيدين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق بالمدينة. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة وأجرت عمليات تفتيش واعتقال تركزت في منطقة المخيفة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تبادلت إطلاق النار مع فلسطينيين في المدينة، وكذلك استهدفت مستشفى في المدينة بوابل من الغاز. قال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل إن كوادر الهلال الأحمر تعاملت مع 55 حالة اختناق من جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل المسيلة للدموع. تم إطلاق القنابل الغاز بشكل عنيف في المنطقة مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإصابات. تم التعامل مع 55 حالة اختناق بالغاز، تم إخلاص 5 منازل من ساكنيها بسبب كثافة الغاز في هذه المنطقة. وكذلك الأمر هناك إصابتان، كان في البداية إصابتين في حالة الخضر الشديد ارتقيا على أثرها إلى العلا شهداء. كما أكد جبريل إصابة شاب فلسطيني بجروح من جراء إطلاق قوات الاحتلال الكلاب البوليسية داخل المنزل المحاصر في إحدى بلدات مدينة نابلس. صحيح، فقط هم الإصابتين الذين استشهدوا. هناك أيضا أحد الشبان تعرض لعضة كلب بوليسي أطلقه جنود الاحتلال داخل المنزل المحاصر، أدى إلى عدة جروح نتيجة عضة الكلب في داخل المنزل المحاصر. أجري له الإسعافات اللازمة ونقل إلى مستشفى رافيديا. باقي الإصابات، كان هناك مجموعة من الأطفال عولجوا ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر، وهناك مجموعة من النساء أيضا نتيجة إطلاق القنابل الغاز على الأماكن السكنية المأهولة بالسكان. أعلنت كتائب القسام أنها ردت على طيران الاحتلال الإسرائيلي بعدد من صواريخ أرض جو. وأوضحت الكتائب التابعة لحركة حماس أن الرد جاء بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لطائرة مسيرة من نوع شهاب في أجواء جنوب قطاع غزة تعود للقسام.
أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرجأ إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت التي أعلنها قبل أكثر من أسبوع. وأوضحت الهيئة بأن قرار نتنياهو إرجاء إقالة جالانت جاء نظرا للوضع الأمني المعقد. ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي قوله إن نتنياهو سينظر في أمر وزير الدفاع فيما بعد. موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تشكيل الحرس الوطني سيؤسس لمرحلة جديدة بالغة الخطورة في تاريخ الصراع بين الشعب الفلسطيني والإسرائيليين بحسب ما يؤكده مراقبون. في خطوة قد تمثل نكبة جديدة كما يرى الفلسطينيون، فقد أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خططا لتشكيل ذراع أمنية جديدة أطلق عليها الحرس الوطني. وبحسب الخطة فإن هذا الحرس سيكون تابعا بشكل مباشر لوزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن كفير وخاضعا لتعليماته المباشرة. إقامة الحرس الوطني بقيادة بن كفير كان كما يبدو الجائزة التي حصل عليها بن كفير من نتنياهو مقابل موافقته على تجميد عملية سن قوانين التعديلات القضائية. كان استغل بن كفير ضعف نتنياهو في هذه النقطة وحصل منه على الموافقة على قرار إنشاء الجيش الخاص به. وحسب قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي فإن ما يسمى الحرس الوطني الذي تم تخصيص ميزانية له بقيمة تجاوزت 280 مليون دولار سيتشكل من قوات نظامية تابعة لسلاح حرس الحدود ومن مستوطنين متطوعين. ولم يتوانى بن كفير عن التأكيد على أن الحرس سينفذ اعتداءات بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة وفلسطيني 48، متغافلا وقع هذا القرار الذي يراه متابعون بأنه سيكون السهم المرتد على إسرائيل ومصالحها. الحرس الوطني باختصار هي أشبه بميليشيا ستتبع لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، ستضم الكثير من المستوطنين والكثير من المتطرفين المتدينين. إصرار الحكومة على إنشائها يأتي في اتجاه مهم يمكن للحكومة تريد استخدامها في المستقبل حتى ضد الشارع الإسرائيلي في الداخل، رغم أنها موجهة بشكل واضح وعلني للفلسطينيين في النقب، في الجليل، في الضفة الغربية. كون بن كفير وجماعته يتهمون أن الشرطة والجيش لا يتعاملون بقسوة مع الفلسطينيين. بن كفير دعا عناصر جماعات العنف اليهودية التي تنفذ اعتداءات إرهابية بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين إلى التطوع في صفوف ما يسمى الحرس الوطني، ومنهم شبيبة التلال الذين يقومون بجرائم متواصلة ضد الفلسطينيين. بسبب المنطلقات الأيديولوجية والسياسية لبن كفير وطابع القوى البشرية التي ستشكل ما يسمى الحرس الوطني، فإن هناك أساساً لدى الفلسطينيين للتخوف من أن يقدم هذا التشكيل على ارتكاب مجازر في كل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية. نهاد حجازي، المملكة، رام الله. أرحب مباشرة من غزة بالمحلل السياسي مخيمر أبو سعد. أهلا ومرحبا بك معنا سيد مخيمر. نظرا للتطورات المتسارعة في الداخل الإسرائيلي وربما أيضا انعكاسها بشكل واضح في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة وما التصريحات التي صدرت عن حركة القسام، في أي سياق يمكن وضع الأحداث بهذا التوالي وبهذا التسلسل؟ نتحدث عن سياق أمني تحديدا بالدرجة الأولى. مساء الخير. يعني واضح أن هناك تصعيد إسرائيلي خطير في الأيام الأخيرة، سواء كان على مستوى
التصعيد الذي تشهد مدينة القدس الفلسطينية ومحيط المسجد الأقصى، واستشهاد فلسطيني قبل يوم، وكذلك الاقتحام الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم في مدينة نابلس. يعني من الواضح أن إسرائيل لا تلتزم لا بتفاهمات شرم الشيخ ولا بتفاهمات العقبة التي حصلت مؤخرا مع برعاية يعني الإدارة الأمريكية وحضور أطراف عربية. ولذلك يعني يبدو أنه يعني هناك محاولة لإرضاء اليمين المتطرف، اليمين الفاشي في إسرائيل، من خلال التصعيد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وأكيد يعني مثل هذا التصعيد يعني نجد آثاره في قطاع غزة من خلال تصريحات حركتي حماس والجهاد الإسلامي التي تبارك دائما أي عمليات فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد المستوطنين. نعم. ويعني وحماس يعني تنظر بخطورة لما يحصل في المسجد الأقصى من إخراج للمعتكفين والمرابطين الفلسطينيين من ساحات المسجد الأقصى للسماح لليهود بالدخول إلى منطقة الحرم الشريف. نعم، بالرغم من كل التطورات في الداخل الإسرائيلي نتحدث تحديدا، ولو كانت حتى على المستويات السلبية، ولكن عندما ننظر إلى قرار مثلا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل البت في موضوع في إقالة يؤاف جالانت وزير الجيش وزير الدفاع، بالتالي نظرا للأوضاع الأمنية هذا ما ساقته التبريرات، وبالتالي هم ينظرون إلى خطر قادم في هذا الإطار، وبالتالي كيف يمكن استغلال مثل هذه الأوضاع المتوترة وهذا التصعيد على الداخل الإسرائيلي؟ وأنا أتفق معك أنه يعني تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف جالانت جاءت لسببين. السبب الأول بسبب المظاهرات الكبيرة التي خرجت في الداخل الإسرائيلي في تل أبيب والقدس وكثير من المدن الإسرائيلية رفضا لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بإقالة وزير الجيش. وثانيا يعني هناك تهديدات خارجية قد يتم استغلالها، كما تقول الأوساط الأمنية في إسرائيل يتم استغلال وجود شاغر يعني في وزارة الجيش، وتتعرض إسرائيل لتهديدات جديدة. وشهدنا خلال الأيام الأخيرة يعني مسيرات من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، والتي يعني يبدو أن هناك أطراف إقليمية واعتقد قد تكون يعني إيران وراء هذه المسيرات انتقاما لمقتل يعني بعض المستشارين الإيرانيين في الأراضي السورية. ولذلك يعني الوضع الأمني في حال التصعيد، وتخشى إسرائيل أن إقالة وزير الجيش في الوقت الحاضر قد يعرض إسرائيل لمخاطر أمنية جراء التهديدات الأمنية التي تأتي من سوريا، من جنوب لبنان، ومن الأراضي الفلسطينية من حماس والجهاد الإسلامي. ولكن يبدو أيضا على الرغم من كل هذه المخاطر، يبدو بأن حكومة نتنياهو لم تستطع إلى غاية هذه اللحظة السيطرة بشكل واضح على الأوضاع، سواء في الداخل الإسرائيلي أو حتى في عملية التعاطي مع هذه الأوضاع. يعني نرى أوضاع سياسية متأزمة في الداخل، ولكن أيضا تحاول حكومة نتنياهو تصعيد هذه وتغيير هذا الاتجاه في مسألة قضايا أخرى، مثلا الهجوم المتكرر على سوريا ودمشق بهذه الطائرات المسيرة، وتحاول تصدير أزمتها الخارجية. بالتالي هل هذا من الممكن أن ينعكس بشكل أو بآخر على هدوء في الأوضاع في الداخل الإسرائيلي ستنعكس فيما بعد فلسطينيا؟ يعني دعني أذكرك بأن اللقاءات التي حصلت في العقبة وفيما بعد في شرم الشيخ كان الهدف منها هو تخفيف يعني خفض التصعيد، خاصة مع شهر رمضان المبارك والأعياد اليهودية التي تصادف هذا الأسبوع. وكما أكيد يعني تعرف يعني هناك محاولات إسرائيلية لذبح القرابين في المسجد الأقصى، وهناك جماعات يهودية متطرفة يعني تضع جوائز مالية لمن يقوم بذبح القرابين في باحات المسجد الأقصى. ولذلك يعني كما قلت الهدف كان هو خفض التصعيد خلال شهر رمضان خلال الأعياد اليهودية، ولكن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تضرب بعرض الحائط كل هذه المحاولات،
وتصعد إما من خلال الضربات التي تقوم فيها في الأراضي السورية أو من خلال قتل المقاومين الفلسطينيين وحتى استهداف المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. ولذلك يعني وطبعا هناك ردود فعل فلسطينية يعني يحدث بين الحين والآخر، محاولة دهس كما حصل بالأمس أو أول أمس، وكذلك يعني إطلاق نار على حاجز الجلمة. يعني هناك نعم. هناك يعني ردود فعل فلسطينية للانتقام من هذه الممارسات العدوانية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة، المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة كنت معنا من غزة، شكرا لك.